بكل متابعين قناة الصحة والجمال وطالما قلنا الجمال يبقى أكيد جمالك أهم عندنا النهاردة في برنامج جمالك مع سارة هنتكلم عن مشاكل البنات الكتير مشاكل الستات اللي في البيت جمالك دايما بيبان من شكل شعرك جمالك دايما بيتبروز بجمال شعرك اهتمامك بشعرك هو أهم حاجة في حياتك يمكن بتهتم بيه أكتر من أي حاجة تانية في حياتك طب لما يكون شعرك جميل وشعرك مديكي ثقة في نفسك بتحس إن الحياة جميلة حواليك بتحس بطاقة ايجابية بتحس ان انتي كده فعلا كملتي الشكل النهائي والبرواز بنات كتير بتبقى متضايقه من, من شكل شعرها فبتبتدي ان هي تاخد خطوات مش صح بتاخد اجراءات مش صح اللي بتقصه واللي بتروح تسبغه واللي مش راضيه عن الستريت او الويفي تروح تعمل جلسه فرد او جلسه حنه فرد بوظه اكتر اللي ما بتبقاش اصلا راضيه عن شكل مقدمه الشعر ولا الجفاف وتبتدي انها تغير وتلبس ويجز وتلبس بواريك النهارده جايه اكلمك عن ان احنا النهارده جايين لبلك الحل الامثل الحل النهائي العلاج اللي انت هتمشي عليه مدى حياتك وده اللي هيغير الهير ستايل بتاعك وهيغير الهير كير روتين بتاعك هتبتدي تحسي بنتيجه حلوه قوي هت، هتضيفي لنفسك طاقه ايجابيه هتحسي بثقه في نفسك الثقه دايما في النفس بتيجي من شكلنا شكلنا في كل حاجه شكلك باهتمامك لبسك وبشرتك شعرك سنانك عينيك كل تفصيله شكلك هو ده اللي بيديك ثقه في نفسك وطبعا اهمهم واولهم هو الشعر الشعر هو عامل مهم جدا لاهتمام الراجل والست البنت والولد عشان تكملي شكلك تكملي بروازك تكملي طلتك طب هنعمل ايه هل الدكتوره ساره هتنصحنا النهارده ان احنا نقص شعرنا هل هتنصحنا ان احنا نمشي على علاجات كتيره جدا وبغاليه جدا طب هنبتدي نروح نجيب منتجات مستورده ومنتجات فيها مواد فعاله كيميائيه النهارده هكلمكم عن علاج مهم للشعر حصل على ترخيص وزاره الصحه فمش كلامي بس اللي هيكون مصدق لا ده كمان كلام وزاره الصحه موجود فيه مواد فعاله مهمه جدا لبصيله الشعر وللشعر وكمان هيبقى فيه لاين كامل وثمنه لكل الناس افوردبل برايس ان انتوا تقدروا كلكم تشتروه وولد وبنت ده ايه السحر والكلام الجميل ده طب خلينا يا دكتور تقول لنا يلا بينا بسرعه انت هتقدم لنا منتج ايه النهارده هتقدم لنا مين اللاين الجميل اللي فيه كل ده قبل ما ابتدي كلامي عن المنتجات حابه اقول لكم زي نبذه مختصره عن الشعر تكوين الشعرايه ايه هي عباره عن ايه الشعرايه عشان ما فيش اي حد يطلع يقول لك استعملي المنتج الفلاني لانه هو سحر وحاصل على ترخيص وزاره الصحه وفيه 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 هخليكي انت اللي تقولي هل المنتج ده ينفع هل المنتج ده هيعالج شعرك؟ هخليكي انت دكتورة نفسك هخليكي انت مستشار الجلدية الخاص بشعرك وبشرتك هخليكي انت اللي تقولي اه ده المنتج ده فيه كذا لا ما ينفعنيش المنتج ده فيه مواد فعالة اه لا ده ينفع لنوع شعري ونوع بشرتي خليكي انت اللي تعالجي نفسك وانت اللي توصلي بشعرك لبر الأمان توصلي الحلم كل بنت الشعر الكثيف الطويل اللامع الصحي اول حاجة هتكلم في بداية كلامي عن تكوين الشعر الشعر بيتكون من جزئين هو حاجه اسمها بصيله الشعره اللي هي موجوده تحت سطح الجلد بتبقى موجوده في الطبقه الاولى اللي اسمها الابيدرمس والطبقه الثانيه اللي اسمها الكيوتينيوس اللي هي موجوده تحت طبقه الابيدرمس مش عايزه اقول لكم يعني ايه كلام ساينتفك قوي بس هما طبقتين في الجلد بتبقى فيه بصيله الشعر بتعدي من الطبقه الثانيه وتطلع بره الطبقه الاولى بتطلع بره سطح الجلد اللي بتعمل حاجه اسمها الهير اللي هي طلعت بره سطح الجلد طلعت بره البشره دي اسمها الهيرشافت طب يعني انا عندي جزئين لازم اهتم بيهم في شعري هي بصيله الشعر اللي موجوده تحت سطح الجلد اللي بتتغذى من الامداد الدموي اللي موجود في دمي سواء مالتي فيتامين انا باخدها سواء تغذيه صحيه علاجيه انا ماشيه عليها الدايت اللي انا ماشيه عليه اكلي الهيلثي دايت اللي انا ماشي عليه اكلي, عليه. أكلي الخضروات والفاكهه اكلي للعناصر الغذائيه المهمه لطول الشعر طب تعالي يا دكتوره نمسك جزء الجزء ونقول احنا هنعالجه ازاي وايه هي العناصر الغذائيه المهمه دي اول جزء هو مصيله الشعر ايه هي العناصر الغذائيه المهمه دي هي البروتينات الاحماض الامينيه زي السيستين واللايسين والميثيونين والارجينين الفيتامينات زي الحديد فيتامين سي فيتامين اي واي المعادن زي الزنك والحديد الحاجات دي كلها مهمه جدا نرجع كده مرجعنا بسرعه كده تقولي الحديد ايه ده ايه يا دكتور الحديد نقص الحديد في الدم اللي بيتقال عليه الانيميا السيروم في فرتين لازم تعملي تحليل سيرم فرتين عشان تعرفي نسبة الحديد في دمك فلو انت عندك انيميا لازم تاخدي اقراص مالتي فيتامين فيها حديد لانك لازم تغذي بصيلة شعرك كويس لان هي مش بتتغذى كويس زي اي نبات بتهمليه مش بتدي للتربه الاكل المناسب ليها ولا التغذيه المناسبه ليها ولا بتعرضيها للكونديشنز والشروط اللي المفروض النبات ده يبقى حلو وجميل وكبير وفروعه كبيرة وورقه أخضر وهلسي و وناعم مش خشن ومش جاف مش مجعد مش بهتان يبقى لازم بصيلة الشعر تتغذى بالعناصر الغذائية اللي قلت لكم عليها وطبعا أهمهم البيوتين لازم يبقى موجودة كل الفيتامينات دي أو العناصر الغذائية اللي أنا قلتها موجودة في وجبتنا اليومية أو وجباتنا اليومية بنسب طبعا في ناس كتير بتقول يا دكتور احنا عاملين دايت او لو احنا مش عاملين دايت احنا, احنا اكيد مش هنعرف نظبط كل نسب الفيتامينز اللي انت عماله تقوليها دي كلها وكل العناصر الغذائيه دي في ثلاث اربع وجبات في اليوم وبالكميات اللي انت بتقوليها ده كده هنقعد قدام اقفاص فاكهه وخضار ما بنعملش حاجه غير ان احنا بناكلهم دي حقيقه طب ايه يا دكتوره البديل هو المالتي فيتامين المالتي فيتامين بعد سن ال20 اكوردنج لدبليو اتش او لمنظمه الصحه العالميه لا غنى عن اي مالتي فيتامين لازم ناخد مالتي فيتامين لصحتنا لاعضائنا لجسمنا لبشرتنا لشعرنا عشان حاجه كتير جدا لان احنا بعد سن ال20 بيبتدي يفقد المخزون اللي موجود الطبيعي في جسمنا من الكولاجين ومن الكاراتين والحاجات دي كلها طب يبقى لازم ناخد مالتي فيتامين طب يا دكتور ايه المالتي فيتامين اللي حضرتك بترشحه لنا هو جرو هير بايتين وكمان ميزه حلوه قوي للبنات اللي بتقول يا دكتور احنا معدتنا سنستف حساسه ما بنقدرش ناخد اقراص مالتي فيتامين للاسف بتوجع معدتنا للاسف بتعمل لنا احساس ال... بان انا عايزه أ... افومت او ارجع الاكل او بحسه بريحته ما بتبقاش حلوه ما بقى كارهه يا دكتور المالتي فيتامين ببقى مش عايزه اخد الحبايه طب نعمل ايه الجرو هير بايوتين الجامز ده مهم جدا عشان تاخديه في يومك او في يومك الغذائي بتاخدي من اتنين ل 3 في اليوم وهو شجر كاندي انا طلعت بيه في حلقات قبل كده وقلت لكم ان هو طعمه حلو قوي ومسكر ومش في اي مشكله للبنات اللي بتعمل دايت يعني مش هيزود في الوزن انا جات لي اسئله كتيره جدا على الهوت لاين ناس كتيره كلمونا وكلموا وتواصلوا مع الفريق الطبي طب يا دكتور ده بيزود في الوزن لا مش بيزود في الوزن طب يا دكتور انا مريضه سكر هل ينفع ينفع جدا ما عندوش اي مشاكل لانه حصل على ترخيص وزاره الصحه يبقى بعد خطوه المالتي فيتامين اكلنا بصيله شعرنا الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائيه الهامه لتكوين شعرنا ننتقل لايه ايه ده دكتور ساره قالت جزئين احنا قلنا ان احنا لازم نهتم ببصيله شعرنا من خلال غذائنا وملتي فيتامين بتاعنا اللي هو جرو هير البايوتين الجمز البنات اللي عايزه تقول الاسم ايه اسمه جرو هير بايوتين ملتي فيتامين تقدروا تكلموا الفريق الطبي دلوقتي من خلال الهوتلاين تسالوهم على الجرو هير جمز عشان يوصل لكم لحد البيت وهو متوفر في صيدليات وكمان حصل على ترخيص وزاره الصحه طب بعد لما نخلص بصيله الشعر طب يا دكتوره ايه بقى الجزء الثاني الهير شافت الشعرايه اللي طلعت بره سطح الجلد دي بقى الشعرايه اللي بتبين لنا هل ده غذائي كويس هل ده آه انا تغذيتي سليمه هل المالتي اللي اخدته ده كويس وبتبين لنا كمان conditions او العوامل البيئيه اللي احنا عايشين حواليها هل انا الميه اللي باخد بيها الشاور كويسه ولا فيها نسبه املاح عاليه وفيها نسبه كلور عاليه وفيها نسبه سلفيت عاليه طب هل انا بهتم بشعري وبحط منتجات علاجيه منتجات مليانه بالعناصر الغذائيه او العناصر اللي بتعمل ترطيب وبتحافظ على شعري من الجفاف والهيشان والتلف طب هل أنا بستخدم منتجات خالية من المواد الكيميائية الضارة؟ طب هل أنا بقص شعري كتير؟ هل أنا أصلاً الهير كير بتاعي حلو ولا أنا مهملة؟ آه هل أنا باخد شاور كتير على مدار الأسبوع ودي عايدة خاطئة جداً لأي بنت أو ولد ما تغسلش شعرك في الأسبوع أكتر من مرتين أو ثلاث مرات ده ماكسمن في الشتاء هي مرة واحدة بس لأن المية ببساطة شديدة بتقل الشعراية فبصيلة الشعر مش بتبقى قادرة أن تشيل الشعراية اللي اتقلت بالمية فبتتقطعه وبتقع فانا كده بضعف شعري اكتر وكمان الميه دي او غسيل الشعر الكتير بيخلي الزيوت الطبيعيه اللي بتفرز من فروه الشعر انا كل شويه بشيلها طب ما الزيوت دي مهمه لترطيب فروه الشعر وترطيب الشعر ربنا خلقنا بيها ليه انا كل شويه اشيلها وليه كل شويه احرم شعري من الاستفاده بيها دي حاجه موجوده في جسمي افرازات بتطلع من خلال فروه شعري بتهتم بشعري طب ليه افقدها؟ يبقى لازم نهتم بيها عشان كده ما تستحموش او تاخدوا شاور لشعركم اكتر من, آه من مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع طب يا دكتور ايه كمان الخطوه اللي بعدها ممكن نقول لها تصبغوا شعركم كتير البنات اللي بيقالوا عليهم اداكت الهير مدمنه الصبغه ما ينفعش عايزين نصبغ مفيش مشكله هنصبغ بس مره في السنه ده سماكسمن يعني كمان مره في السنه وتحت كونديشنز كتير ده انا هستعمل منتجات فيها كيراتين وفيها الوفيرا وفيها بانثينول وفيها مرطبات كتيره جدا وفيها شيا بتر وكوكا بتر عشان كل المرطبات دي تطلع او تحميني من السايد افكت او الاثر الجانبي بتاع الصبغه طب يا دكتور حنة الفرد بقى والفرد هو انا عروسة وببقى فرحانة بقى ودخل على المفروض فرحة كبيرة ومنتظر يعني دي اللي بنتظرها طول عمري فانا لازم بقى اقابل الفرحة دي بان شعري يفضل ناعم كده وسايح ونايح على طول طول الهانيمون حلو حلو ان انت تعملي فرد او تعملي بروتين لكن خالي من فورمالين لكن ما تكونش حنه فرد مش فيها كيميكالز انجريدينتس لازم يكون شعرك يستحق ان انت تعملي له بروتين ولا لا ولازم يكون علاجي والمنتج اللي بتستعمليه لازم يكون حصل على ترخيص وزاره الصحه ما ينفعش اروح للهير كير بيوتي سالونز او كوافير زي ما قلت المصدر بيطلع لي بطرمان انا مش عارفه منين ويقول لي ده انا هفرد لك واخلي شعرك حلو انت تبقي مبسوطه بالنتيجه وقتيه لحظيه اسبوع اسبوعين لكن بعدها هتلاقي ايه هتلاقي جفاف دمار بنات كتير بتتفرج عليا دلوقتي بتقول دكتوره ساره صح حاسه بمشكلتنا دي مشكله بنات كتير بتتفرج عليا دلوقتي عملوا جلسات وندموا لحنة الفرد والفرد طب احنا عايزين ننقذ يا دكتوره اللي احنا عملناه يبقى اول حاجه تعمليها جرو هير جامز بايوتين لازم تاخديه عشان بصيله الشعر تتغذى تطلع شعر صحي تاني حاجة الشامبو اللي تستحملي لازم يكون شامبو حاصل على ترخيص وزارة الصحة. لازم يكون شامبو خالي من الكيميكال انجريدينس من المواد الكيميائية الضارة زي ايه يا دكتور؟ زي الصوديوم كلورايد والصوديوم سلفيت للأسف المادتين دول موجودين في 80% من المنتجات اللي موجودة في السوق المصري. فلازم تتأكدي أنت دكتورة نفسك. بصي على العبوة مكتوب عليها صوديوم كلورايد صوديوم سالفيت تحطيها مش هتستعمليها المادتين دول للاسف هم اللي بيسببوا الجفاف والتلف والهيشان للشعر هم اللي بيضعفوا الشعر وبطريقه علميه هما بيضعفوا الشعر من خلال امتصاص الرطوبه اللي داخل الشعره بيطلعوها بره بالضغط الازموزي طب يا دكتور يكون ايه الشامبو المواد الفعاله اللي فيه بنات تقعد تقول لي يعني والله انا بحب الشامبو اللي فيه زيت الارجان تاني تقول لا انا بحب فيه زبده الشيا تاني تقول لا انا عايزه فيه الالوفيرا طب ايه رايك بقى في منتج فيه كل الانجريدينتس دي لازم نستعمل كل ده، دي حاجات طبيعية، زبدة الشاي حاجات طبيعية، الألوفيرا الصبار ده طبيعي، البنسلول ده طبيعي، زبدة الكوكا باتر دي طبيعية، الفيتامين A و C و E مستخلصة من نباتات طبيعية، في كيراتين مستخلص من المارينز اللي هي العشبيات المائية، كل ده موجود في منتج واحد بس اسمه جرو هير شامبو. حصل يا دكتوره على ترخيص وزاره الصحه عشان انت قلت لنا لازم يكون حصل على ترخيص وزاره الصحه، هو حاصل على ترخيص وزاره الصحه ولازم تتاكدي بنفسك ان موجود على العبوه رقم تسجيل وزاره الصحه. طب يا دكتوره ده بقى غالي ومش غالي؟ لا طبعا ده اي حد يقدر يشتري الشامبو تقدري تكلمي دلوقتي الهوت لاين بسعر المكالمه العاديه تكلميهم وتساليهم على سعر المنتجات تقدري تساليهم كمان عن اهميه المنتجات تقدري تقولي ايه مشكله شعرك ده فريق طبي كلهم دكاتره متعلمين على اعلى مستويات كلهم واخدين دبلومات في علاج الشعر والبشره في الامراض الجلديه في اي مشكله تقابلك انت تقدري تاخدي استشارتهم ومن غير اي مقابل مادي لا بالعكس انت تحكي لهم مشكلتك وهيعالجها لك اذا كانت شعرك او بشرتك يبقى احنا كده غسلنا شعرنا مرة او مرتين في الاسبوع بالشامبو شامبو مدعم بالكيراتين والكافيين طب ليه يا دكتور مادة الكافيين عشان البنات او الولاد اللي بيعانوا من تساقط الشعر مادة الكافيين أثبتت فعاليتها إن هي بتعمل, بتعمل تنشيط للدورة الدموية بتعمل حاجة اسمها ستيميوليشن للبلد سيركيوليشن فأنت لما بتزودي الدورة الدموية في بصيلات شعرك طبعا أنت كده بتزودي لها الإمداد الدموي اللي مليان غذاء ومليان فيتامينات ومعادن وبيوتين أنت بتاخديه في الجامز في جرو هير جامز اليومي فبالتالي الشعراية مش هتقع فالبصيلة بقت قوية ماسكة في الشعراية بطريقة قوية مش هتتخلى عنها وتخليها تقع طب يا دكتور احنا كده خلاص عملنا خدنا الشاور وغسلنا شعرنا مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع طب ايه الحاجه الثانيه بنات عندها جفاف عندها هيشان بتحس انها هي شعرها اي كانت كنترول يعني يا دكتور جف قوي وانا بسرحه بيتقطع ناشف جدا مجعد هايش انا عايزه حاجه تعالج الكلام ده موجود حاجتين السيروم واللوشن في بنات بتقول لا انا مش بحب السيرم عشان بحس إنه هو تقيل على شعري او في بنات ما بتحبش السيرم عامه بتقول لا بحس إنه هو بيلزق الشعر مع ان إجروه هير السيرم مش بيلزق الشعر مش بيديكي احساس الاستيكن سنسيشن وبيمتص بسرعه من خلال مساميه شعرك طب ان كيس ان انت مش حابه تحطي السيرة على شعرك تستعملي اللوشن جرو هير اللوشن جرو هير اللوشن في كل المواد اللي فعلا قلت لكم عليها فيتامين اي وسي واي في ماده الساو في الكافيين وفي كمان الهايدرولايز كيراتين وفي الكولاجين وفي الاحماض الامينيه السيستين واللايسين والميثيونين والارجينين كل الاحماض الامينيه الجميله دي موجوده في منتجات او لاين جرو هير كله يعني يا دكتور موجود في اللاين كله اه موجود في اللاين كله يعني هتغسلي شعرك بكافيين وساو وفيتامين اي وسي واي وهايدرولايز كيراتين والوفيرا وشيا باتر هتغسلي كل ده بشعرك اه وكمان اللوشن اللي هتحطيه على شعرك فيه كل المواد الفعاله دي طب يا دكتور لو بعاني من تساقط الشعر هتستعملي الامبولات فيها برضو المواد الفعاله دي فيها برضو المواد الفعاله دي وكمان الجامز كمان علاوه عليه ان هيكون فيه حديد وهيكون فيه كيراتين هيكون فيه الاحماض الامينيه السيستين واللايسين والمثيونين والارجينين وهيكون فيه كمان الزنك والكوبالت وكل العناصر الغذائيه والسيلينيوم المهم لتكوين بصيله الشعر والمهم لغذاء بصيله الشعر طبعا انتوا شايفين الاند باكج يعني شايفين الفاينل البوتل عامله ازاي حصل طبعا على ترخيص وزاره الصحه لاين كله حصل على ترخيص وزاره الصحه طب يا دكتور اللوشن هل احطه على فروه شعري ولا شعري بس حطيه على فروه شعرك لو عايزه تضيفي ليكي افكت زياده عايزه تحسي بقى بترطيب وبنعومه وعندك مشكله في التساقط فانت عايزه تزودي الافكت تعملي حاجه اسمها دبل افكت هتستعملي جرو هير لوشن تقدري تحطيه على فروه شعرك والبنات اللي بتعاني من الجفاف والهيشان هل يا دكتور احطه على الشعر واسرحه طبعا مرحله الترطيب اثناء تسريح شعرك مهمه جدا وما ينفعش تتنازلي عنها ولازم تسرحي شعرك صح يعني يا دكتوره اسرح شعري صح يعني ما ينفعش تسرحي شعرك وهو مبلول لازم تسيبيه يجف شويه او بنقولها كده بالبلدي او بالعاميه تخلي الشعر الندي ولا هو مبلول ولا هو جاف فلازم تستعملي كمان وسيله لترطيب الشعر عشان تقدري تسرحيه هو الجرو هير لوشن او السيرم طب ايه يا دكتوره اللي بعدها لما تيجي تسرحي شعرك لازم يكون مش تخشب خطا شائع المشط البلاستيك او الفرش لازم مشط خشب سنونه واسعه طب ليه يا دكتوره مشط خشب هقول كده ببساطه لو انا عندي شحنه سالبه وشحنه سالبه وربطهم من بعض ايه اللي بيحصل؟ بينفروا عن بعض الشحنات دي بتبقى موجوده على الشعرايه فلما يبقى سالبه وسالبه او موجبه وسالبه او موجبه وموجبه بينفروا النفر الشحنات ده هو ده اللي بيعمل الجفاف او الهيشان. هو ده سبب الهيشان طب احنا هنعادل الشحنات دي ازاي يا دكتوره بالمشط الخشب وبجرو هير انت كده عملتي بالانسد للتشارجز للشحنات اللي موجوده على شعرك فبالتالي لما يبقى عندي شعرها عليها شحنه موجبه وشحنه سالبه بيعملوا ايه بيقربوا من بعض يبقى كده الشعر ابتدى يبقى عامل ازاي مرتب مش هايش ستريت اللي هو الشكل اللي كلنا بنحلم بيه بدون بقى اللجوء الى استخدام المكوى استخدام السشوار تعرض شعرك لدرجات الحراره للفرد ومشاكل الفرد طب يا دكتوره احنا كده غسلنا شعرنا خدنا المالتي فيتامين وسرحنا شعرنا كمان بالجرو هير السيروم والجرو هير اللوشن طب يا دكتور ما تنسوش طبعا تكلموا الهوت لاين بسعر المكالمه العاديه عشان تقولوا لنا ايه مشكله شعركم ولو عايزه تطلبي المنتج تقدري تطلبيه من الفريق الطبي يوصلك لغايه البيت طب يا دكتور انا عندي بقى مشكله تساقط شعر يعني انا مش بس عندي شعري جفاف وكده لا انا عندي تساقط شعر ولاد بقى يجي يقول لي يا دكتور ده انا عندي صلع وراسي والتاني بقى تقول لي انا عندي فراغات والتالته تقول لي يا دكتور أصلاً انا وانا صغيره كانت متعوده ان مامي بتشد شعري بأسات كتير فانا عندي منطقه الجبهه اكبر من المفروض من الطبيعي لان شعري نحل شعري رجع لورا علاج المشاكل دي كلها اذا كان تساقط او فراغات او صلع وراسي هو جرو هير الفايلز جرو هير الفايلز فيه مكونات طبيعية مهمة جدا لمنع تساقط الشعر لإعادة بناء بصيلة الشعر يبتدي يأهل البصيلة لأنها تطلع شعراية جديدة لو البصيلة ما ماتتش وعندها قابلية أنها تطلع شعراية بس للأسف العوامل اللي هي متعرضة ليها مش قادرة تطلع الشعراية لا إحنا نقدر أن إحنا نحط عليه المنطقة دي جرو هير فايلز نحط المالتي فيتامينز اللي قلناها اللي موجودة في الجرو هير الفايلز وأحطها على فروة شعري طب دكتور ايه التكنيكس زي ما انتم شايفين معايا الجرو هير الفايلز هو عباره عن ايه؟ فايف فايلز هم خمسه من الفايلز او الامبولات يعني حسب ما انتم تسموها كل فايلايا 10 ميلي 10 ميلي كافي قد ايه دكتوره؟ على حسب استخدامك لو انت بتستخدميها مرتين بس في اليوم بترشي مره الصبح ومره بالليل على فروه شعرك كلها وتعملي مساج يبقى المفروض تكفي من اسبوع ل 10 ايام في ناس بتعمل بتستخدمه ثلاث مرات هل في مشكله؟ لا طبعا فيش مشكله طب يا دكتور ايه البيبيت الجميله البلاستيك الحلوه دي اللي موجوده منها واحده بس في الفايل دي الابلكيتور اللي بيتقال عليها الطريقه اللي بتوصل المنتج لفروه شعرك اللي بتحافظ لك على مواد الفعاله بتاعتك انها توصل للتارجت اريا يعني ايه التارجت اريا يعني المنطقه اللي عايزه اوصلها لها اللي هي بصيله الشعر دي اللي هتحمي فلوسك ان ما يحصلش تهدير ما انت لو استعملت الفايل دي وفتحتي الوايت كاب دي اهي ودلقتي الفايل دي كده على فروه شعرك انت كده تبقى محتاجه 50 علبه جرو هير في الشهر عشان تقدري تحطي الجرعه المطلوبه لشعرك لكن لما نحط البلاستيك ابلكيتور دي على الفايل لا انت كده عملتي حفاظا لفلوسك وعلى المواد الفعاله واستخدمت الجرعه الصح وكمان ما هدرتيش ولا عملتي مشاكل حواليك على التسريح طب يا دكتور عايزين نتاكد من كلامك بصوا انا قلبها فيش نقطه نزلت تحكم رهيب في المنتج بجد اي براود اوف رويال فارما المصنع اللي قدر انه يعمل تحكم معين انا شايله الكاب يعني انا شايله الغطا لكن بضغطه خفيفه كده بصوا معايا انا نزلت نقطه نقطه يعني انا كمان بتحكم بعدد النقط اللي انا بحطها على فروه شعري انا كده اتاكدت 100% ان كل المواد الفعاله اللي انا عايزاها توصل من الجرو هير وصلت لبصيلة شعري وكمان ما هدرتش كميه من المنتج لا ده انا محافظه على نقطه نقطه من المنتج ان انا ادفع كل قرش في المنتج هيوصل لبصيلة شعري هيغذي شعري هيحمي شعري هيعالج شعري كل قرش دفعته في علبه جرو هير الفايلز وسعرها مناسب يا دكتور كل الناس كل الناس تقدر تجيب جرو هير سعرها مناسب جدا لكل الفئات وكل الطبقات يبقى احنا الكورس كله للعنايه بالشعر لو انت بتعاني من تساقط الشعر اهم حاجه عندك الجرو هير الفايلز والمالتي فيتامين جرو هير المالتي فيتامين المدعم بالبيوتين وطبعا الشامبو واللوشن لازم تغسلي شعرك مره او مرتين في الاسبوع بالشامبو ولازم تحطي اللوشن على شعرك مره في اليوم وانت بتسرحيه عشان تعالجي شعرك من الجفاف والهياشات في نوعين من الشامبو في نوع بالكراتين وفي نوع بالكيراتين والكافيين في نوع بالكيراتين وذ كيراتين بس وفي نوع وذ كيراتين وكافيين والاتنين شامبو طب ايه يا دكتور الفرق بين التو شامبو وذ كيراتين اللي هو بالكيراتين المدعم بالكيراتين اللي هو لعلاج جفاف الشعر هيشان الشعر او للبنت اللي عايزه تمشي على هير كير روتين مدى حياتها يكون قوي ويكون مدعم بالفيتامينز ومدعم بالمواد الفعاله الكويسه للشعر طب اللي فيه بقى يا دكتور وذ كيراتين اند كافيين كل المشاكل دي بس كمان عندها زياده تساقط الشعر او عندها مشكله الفراغات او عندها مشكله الصلع الوراثي بس لان الكافيين بيعمل تنشيط للدوره الدمويه زي ما قلت لكم انا عايزه افتح لكم عبوه من الشامبو اولا برضو الابلكيتور زي ما قلت لكم الفن التكنيك الرهيب اللي موجود في الجرو هير الفايز كمان موجوده في الشامبو زي ما انتم شايفين بامب متحكمه جدا في كميه الشامبو اللي بتنزل من العبوه بتلفيها يمين بتفتحيها بتقدري تاخدي الكميه اللي انت عايزاها عشان تغسلي شعرك بيها الاند باكج هايله جدا البنات بقى البرستيجس اللي بتدور على الشكل وال ولازم منتجاتي يبقى شكلها فاليبل ويبقى شكلها ريبريزنت تو مي لازم يكون شكلها من شكلي وتكون شكل منتجات حلوه والباكج تكون حلوه انت مش هتلاقي احسن من اند باكج دي المواد الفعاله كلها مستورده من الخارج ومتعبيه هنا في مصر في مصانع تخص وزاره الصحه في مصانع طبعا هم اكسبرتس في تصنيع التجميل في تصنيع الجرو هير او تصنيع اي مستحضرات كوزماتكس او كوزموسيتيكال ايه يا دكتوره الكوزموسيتيكال ده علم جديد هو علم التجميل العلاجي انا مش بداري مشكله عندي مش بحط لون صبغه عشان اداري المشكله اللي عندي مش بروح اعمل جلسه معرفش ايه عشان اداري المشكله اللي عندي لا احنا بنعالج انا بعالج المشكله اللي عندي مش بخبي المشكله اللي عندي ولازم كل البنات والولاد يلجاوا لهذا الطريق انا عايزه اعالج مشكلتي يا دكتوره انا مش عايزه اخفيها انا مش عايزه او استخبى منها او اخبيها من الناس ما نعالجها طالما في ايدينا ان احنا نعالجها وهي هي انت عشان تمشي طريق انك تخبي مشكله هتدفعي فلوس كتير جدا وهتضيعي وقت كبير جدا ونفسيتك هتتعب اكتر واكتر لان المشكله هتزيد سوء انت مش بتوقفيها انت المشكله هتزيد سوء لكن لو عالج المشكله اولا هتعالج في وقت قصير جدا بفلوس اقل كتير وقعت مني في مشكله ان انا اداري المشكله وكمان هيديكي ثقه في النفس مهمه جدا ومش هتزداد سوء ان انا ما المشكله من الاول وان انا ما المشكله من الاول دي مشكلة أكبر المشكلة بتتفاقم وبيظهر مشاكل كثيرة جدا خلينا نقول ببساطة كده ونلخص المحتوى اللي احنا لسه قايلينه علاج مشاكل الشعر الحل الأمثل لعلاج مشاكل الشعر كل مشاكل الشعر إذا كانت جفاف هيشان تجاعيد خشونة إذا كان عندك تساقط شعر هو منتجات جروهير هي دكتورة سارة جروهير عشان حصل على ترخيص وزارة الصحة وزارة الصحة المصرية دايما بتكون انسست uh, على ان اي منتج لازم يكون موجود في كل المواد الطبيعيه اللازمه لعلاج المشكله اللي بتارجتها الماده الفعاله مش بس كده لازم تكون متاكده ان المنتج اللي موجود ده هو خالي من المواد الكيميائيه زي الصوديوم كلورايد زي الصوديوم سلفيت زي البارابنز للاسف البارابنز برضو موجوده في اكتر من 80% من مستحضرات التجميل والمواد دي اثبتت لو دخلتي عملتي على جوجل سيرش ايه مشاكل البارابين اللي موجوده في المكياج اللي موجوده في السكين كير برودكتس اللي موجوده في الهير كير برودكتس او في المنتجات العنايه بالشعر والبشره لو بتسبب اللهم احفظنا السكين كانسر هي اكتر مشاكل سرطانات الجلد بتيجي من ماده البارابنز اللي هي ايه المواد الحافظه في نوع من المواد الحافظه اسمه البارابين هو ده اللي بيسبب سرطانات الجلد فالماده دي ما ينفعش تكون موجوده في مستحضر انت بتستعمليه ما ينفعش تكون موجوده في الشامبو اللي انت بتستعمليه ما ينفعش تكون موجوده في امبولات انت بتعالجي مشكله فمش عايزه تولدي مشكله تانية لازم تتاكدوا ان كل المواد دي اللي انا لسه اللي الوحشه الكيميكال انجريدينتس دي مش موجوده في المنتج اللي انت بتستعمليه لازم تكوني متاكده انه حصل على ترخيص وزاره الصحه وتقري تقري رقم ترخيص وزاره الصحه موجود لازم كمان تتاكدي من المواد الفعاله اللي انا قلتها لك موجوده في المنتج اللي انت بتستعمليه زي البروتين زي الفيتامين A و C و e. زي المعادن زي الحديد والزنك الحديد والزنك مهمين جدا لعلاج الانيميا للناس اللي عندها مشاكل في نسبه الحديد في الدم وكمان الزنك حلو قوي للبنات اللي بتدور على الرموش الطويله بتدور على الشعر الطويل بتدور على الضوافر الطويله فاساسا الزنك ده مهم جدا للجسم كله فلازم تستعملي كمان المالتي فيتامين الاقراص اللي تاخديها كل يوم والحل الجميل اللي احنا قلناه النهارده ان هو عباره عن ايه عباره عن كاندي انت بتاكلي حاجه حلوه مسكره بتخليكي ما تنسيش الجرعه بتاعتك ان انت لازم تاخدي اثنين او ثلاثه في اليوم البنات اللي بتعاني من مشاكل في التهابات جدار المعده البنات اللي بتعاني من مشاكل ان ريحه المالتي فيتامين وحشه البنات اللي بتنسى البنات اللي بتقول الكبسوله كبيره ما اقدرش ابلعها البنات اللي زهقت وملت انها بتاخد مالتي فيتامينز كل يوم لا الجامز هيديكي احساس حلو قوي حاجه مسكره جميله مليانه فيتامينز مليانه بايتين مليانه عناصر غذائيه مهمه جدا لبصيله شعرك لتكوين شعر صحي ولامع وطويل وكثيف كثافة الشعر يا دكتور البنات اللي بتدور على كثافة الشعر بتيجي منين؟ من ان انا اكون مهتم بشعر كويس جدا من خلال الشامبو اللي بستعمله اللوشن السيرم حمامات الزيت اللي انا بعملها وكثافة الشعر بتتوقف علينا لو انا عندي مشكلة تساقط الشعر لازم اعالجها لان التساقط الكتير ما هو هو ده اللي بيضعف الشعر وما بيعملش كثافة بيبقى شعري بيقول ان شعري قليل دكتور انا شعري قليل كميته قليله طب يا دكتور ايه تاني ايه المرحله التانيه اللي انا عايزه اخلي شعري فيها كثيف ماده اسمها البايوتين لازم تاخدي اجمز جرو هير البايوتين كلمي دلوقتي الهوت لاين كلمي الفريق الطبي قولي لهم ايه مشكله شعرك لما تكلمي الهوت لاين هو بسعر المكالمه العاديه وتقول لهم ايه مشكله شعرك قولي لهم انا عايزه منتجات جرو هير الدكتوره ساره المهدي قالت عليها انا عايزه منتجات جرو هير اللي فيها فيتامينز عايزه منتجات جرو هير الحصه على ترخيص وزاره الصحه انت دكتوره نفسك انت اللي هتعالجي نفسك انت اللي هتطلبي علاجك انا عايزه منتجات جرو هير اللوشن انا عايزه اللاين كله طب في بنات بقى كتير بتبعت على صفحتي او على قناتي على اليوتيوب دكتوره ساره المهدي دكتور ساره هل ينفع انا استعمل منتج سؤال الحقيقه يعني انا مستغرباه طب يعني ايه تستعملي منتج هو هير كير روتين هو لاين بيكمل بعضه مفيش حاجه بتكمل حاجه فيش حاجه بتسيب يعني ما فيش حاجه بتخليكي تستغني عن الحاجه الثانيه هو لاين بيكمل بعضه هل ينفع انك ما تغسليش شعرك بشامبو انا اغسل شعرنا بايه يعني دي خطوه مهمه جدا كلنا بنعملها من ساعه ما اتولدنا ان انا اغسل شعري بشامبو طب يبقى احنا استعملنا الشامبو المناسب لنوع شعري هو الكيراتين جرو هير يبقى ده مهم طب هل ينفع تسرحي شعرك من غير ما تعملي له ترطيب تعملي له طبقه حمايه قبل ما تنزلي تتعرضي للشمس قبل ما تنزلي تكتميه بالحجاب قبل ما تنزلي تشوفي الفري راديكلز والاكسديشن الموجودة في حوالينا والتراب وعوادم السيارات والمشاكل اللي احنا بنشوفها دي كلها عايزه تعملي طبقه حمايه طب ما ده برده في اللوشن وموجود في السيرم عندك هيشان طب ما ده برده اللوشن يعني كده برده خطوه اللوشن مهمة جدا يبقى احنا كده لازم شامبو لازم لوشن طب انا عندي تساقط او فراغات هنعالجها ازاي لازم تمشي على جرو هير فايل لازم تاخدي الامبولات اللي هترشيها على فروه شعرك مره او مرتين في اليوم عشان تعالجي مشكله الفراغات طب يا دكتور امشي قد ايه على الجرو هير الفايلز ده عرفنا انه مدى الحياه لكن الجرو هير الفايلز امشي عليها قد ايه مش اقل من 3 ل 6 شهور انت قعدتي قد ايه تبوظي شعرك قعد قد ايه شعرك بيعاني من مشكله انت فين وفين لما خدت بالك منها سنين فما اتلفه السنين هل هنقدر نعمله في شهر او اتنين لا لازم نمشي على هير كير روتين طويل المدى يبقى الصبر انك تصر على انك تعالجي شعرك الالتزام باستخدامك للمنتجات مهم جدا من بعد الست شهور تبتدي تشوفي نتيجة شعرك هل انا كده وقف بقى خلاص انا كده وصلت للنتيجة اللي بحلم بيها ولا عايزة مور اي نيد لا انا عايزة كثافة اكتر لا انا عندي مشكلة صغيرة كده في حتة لسه فاضية عايزة احط جرو هير تاني That's your تشويس ده اختيارك طب يا دكتور انا هستنى ست شهور لما اخد بالي من الفرق لا طبعا انت بتاخدي بالك من الفرق من اول يوم استعمالك للمنتج من اول يوم هتحسي بالترطيب هتحسي بعلاج للجفاف هتحسي ان ما بقاش فيها هشاشات هتحسي ان بقى التساقط اقل هتحسي باختلاف ده مما لا شك فيه وده من راي العملاء اللي كلمونا على مدار الحلقات اللي فاتت في برنامج جمالك مع ساره وشكرونا في المنتجات كلمونا على ان هم عايزين تكمله اللاين يعني في واحده بتبقى واخده بس الشامبو واللوشن تقول لا 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 انا عايزه الفايلز يا دكتور وعايزه الجامز وعايزه وعايزه اللاين كله طبعا العملاء اللي بتكلمنا بتاخد اللاين كله هو في اوفرز الفريق الطبي في اوفرات في هدايا للناس اللي بتاخد اللاين كله لما تكلموهم هتعرفوا الاوفرز بالتفصيل طب يبقى يا دكتور كده هل انا جاوبتكم على السؤال هل ينفع ان ده مكان ده؟ هل شامبو مكان لوشن؟ هل استعمل الامبولات مكان الشامبو؟ طب ينفع استعمل الامبولات بس من غير شامبو؟ طب ينفع استعمل اللوشن بس من غير الجمس لا طبعا ده هير كير روتين انا ابتديت النهارده بدايه حلقتي ان الشعر بيتكون من جزئين مهمين جزء تحت سطح الجلد وهو بصيله الشعر اللي بيجي بياكل من امداد الدم اللي موجود في جسمي اذا كانت مالتي فيتامينز انا باخدها في اقراص او اذا كانت اذا كانت فيتامينز او عناصر غذائيه باخدها في وجباتي العاديه في فطاري في غدايا في عشايا في الدايت اليوم بتاعي الغذائي عباره عن ايه او وجباتي الغذائيه عباره عن ايه يبقى انا لازم اهتم ببصيله شعري طب انا اهتميت بيها وطلعت لي شعرايه حلوه بس مش بغسل شعري كويس، بستعمل منتجات فيها مواد كيميائيه وحشه بتحرق الشعر، بستعمل للاسف شامبو غلط مش حصل على ترخيص وزاره الصحه، ما أه بحطش لوشن، ده انا بنزل في الشمس كتير، بنزل في الهواء كتير، في الرطوبه كتير، أه لا ده انا بكتم شعري كتير، لا ده انا بصبغ شعري كتير، لا ده انا بعمل حنه فرد كتير، ما كل العوامل دي بوظت الهير شفت بصيلتك زي الفل بس انت عماله الهير شفت اللي هي الشعرية اللي طلعت بره سطح الجلد عماله تسيئي استخدامها. طب هل ده صح؟ لا ده مش صح يبقى انت لازم تهتمي بجزئين هو بصيله شعرك والهير شافت اللي هي شعرتك اللي طلعت بره سطح الجلد اللي هي الشعرايه باطراف الشعرايه بكل الشعرايه طب يا دكتور احنا في ناس قالت لنا ان انا مينفعش احط دهان على شعري عشان بيلزق ده غلط للاسف اكبر غلط لازم تحطوا دهان على شعركم لاني الشعره فيها مسامات غير فروه شعري اللي فيها الفورز المسامات اللي هي البورز اللي موجوده في بشرتي الشعرايه نفسها هي شافت نفسها لما جم حللوها ولما جم عملوا لهم مايكروسكروبيك وشافوها عباره عن ايه؟ لقوها عامله زي الاسبونج زي السفنجه فيها بورز هي دي مساميه الشعر كان اتكلمت في حلقات قبل كده عن مساميه الشعر في شعر قليل المساميه في شعر متوسط المساميه في شعر عالي المساميه المساميه او اختبار المساميه هو ده اللي بيقول لي شعري في انهي مرحله خطر. طب في ناس هتسالني يعني طب انهي شعر بقى الحلو؟ هو قليل المسامية طب واللي في مرحلة الخطر هو عالي المسامية اللي فيه بورز كتير اللي فيه نقط كتير المفرغ كتير في الشعراية طب يا دكتورة نعرف ازاي مسامية شعرنا اختبار بسيط جدا اول ما تطلع من الشاور اكيد وانت بتسرحي شعرك من غير ما تحطي اي دهانات بيبقى في شعرايه في الفوطه تبقى وقعت منك عشان الميه طبعا تقلت شعرك تاخدي شعرايه من الشعر ده وتجيبي كوبايه ميه تسيبي نصها تبقي ماليه نص كوبايه الميه وتحطي الشعرايه في الكوبايه مده عمل الاختبار هو 30 ثانيه عشان في ناس بعدها بتقول يا دكتور ايه ده كانت على سطح الميه بس نزلت تحت ما طبيعي ما قعدت البورز تشرب من الميه وتحطي الشعرايه وتتابعيها 30 ثانيه تشوف الشعرايه فين لو فضلت عايمه على سطح الميه انت كده شعرك صحي قليل المساميه مساميته قليله اذا بيحتفظ برطوبته أكبر فترة ممكنة فبالتالي أنا شعري كده صحي مش بيتعرض لمشاكل في الشعر طب يا دكتور لو فضل جزءها فوق عايم على سطح المية والجزء الثاني بطول الكوباية لغاية القاع كده متوسط كده انت عندك مشكلة في شعرك ولازم تعالجيها انت في طريق المشكلة الشعر في طريق الجفاف والهيشان في طريقك لبهدلة شعرك الحقي نفسك طب يا دكتور بقى ده انا اول ثانيتين لقيت شعر غرقت شعريتي غرقت في كوبايه الميه يبقى انا ايه عالي المساميه في مسامات كتير في شعرك الميه دخلت بسرعه المسامات تقلت الشعرية نزلتها في اخر الكوبايه طب علي المساميه ده ايه للاسف هو اكتر مشكله شعر متضرر ده كده شعرك متضرر جدا كده عندك جفاف مما لا شك فيه كتير الجفاف ده نتيجه ان انت عندك مسامات كتيره فبتطلع رطوبه الشعر كلها بره على طول طب ايه كمان ده ممكن يكون عندك هيشان وممكن يكون عندك تساقط مشكله التساقط دي سهله انا شعري يا دكتور بيقع بطوله ده انا بقوم من على المخده بلاقي شعري على المخده يا دكتور ده انا هدومي كلها ده انا الارض كلها ده انا ده انا شعري بشده كده بايدي بينزل في ايدي مشكله التساقط دي سهله وانتم بتعرفوها بتبتدي بظهور فراغات بعدها وبتبتدي بمشاكل الصلع الوراثي يبقى مساميه الشعر لازم تعملي اختبار ما سميت شعرك عشان تعرفي اذا كنتي مش عارفه مشكله شعرك فين مع ان انت طبعا بتبقي قادره أنتي دكتوره وطبيبه نفسك بتبقي عارفه مشكله شعرك فين وانتي اللي هتحليها من خلال مجموعه جرو هير المتكامله المدعمه بالكيراتين والكافيين، المدعمه بالعناصر الغذائيه المهمه، المدعمه بماده الفيتامين اي وسي واي مضادات الاكسده، المدعمه بزبده الشيا البنات اللي بتحب زبده الشيا البنات اللي بتحب الصبار كمان موجود في كل منتجات جرو هير وكمان في البايوتين في الحديد في الكيراتين ماده الكيراتين اللي البنات بتحبها وبتحلم بيها ماده الكيراتين اللي بنعوض الفاقد من شعرنا. للاسف اتلفناه من نتيجه درجات الحراره العاليه اللي بتعرض لها شعرنا نتيجه الصبغات نتيجه نتيجه العمر كل وقت بيبتدي ان احنا المخزون اللي موجود في شعرنا او في جسمنا او في بشرتنا من الكولاجين والكيراتين يبتدي يتكسر ويبتدي يفضل مخزون دوت لغايه ما بتظهر علامات تقدم العمر ولغايه ما الشعر بيبتدي يقع، طب انا عايزه اعوض الفاقد ده؟ لا انا مش عايزه ايه استسلم للزمن، مش عايزه استسلم لعوامل الزمن في في بهدله شعري او بهدله بشرتي، فانا لازم اخد الفاقد ده من استعمال خارجي، يبقى هو ده اللي موجود في منتجات التجميل اللي بتستعمليها، طب انا عايزه كيراتين لشعري يبقى ده هتجيبيه من الشامبو جرو هير المدعم بالكيراتين او جرو هير اللي هتسرحي بيه شعرك، او جرو هير الفايلز اللي هتحطيها على بصيلة شعرك وتطلعي شعرايا حلوة وتعالجي مسامي تساقط الشعر هتعالجي فراغات الشعر هتعالجي الصلع الوراثي تاني جرو هير حصل على ترخيص وزاره الصحه موجود مجموعه الفيتامينات الحلوه الجميله اللي انا قلتها مجموعه العناصر الغذائيه موجوده في كل لاين جرو هير طب يا دكتوره احنا دلوقتي هنكلم الرقم الموجود على الشاشه هنكلم الفريق الطبي هنقول لهم ايه هنقول لهم انا عايزه مجموعه جرو هير المعالجه للشعر المدعمه بالكيراتين بالجامز المالتي فيتامين اللي لازم تاخدوا منها قرصة او اتنين في اليوم لازم كمان الشامبو المدعم بالكيراتين لو عندك مشكله تساقط هيبقى كيراتين وكافيين اللوشن اللي هتدهني بيه شعرك عشان تقدري تسرحي شعرك بيه كل يوم او تعالجي جفاف وخشونه شعرك او الماما اللي بتنزل بنتها البول كتير والبحر كتير واحنا في موسم الصيف عايزه تحطي طبقه حمايه لشعر بنتك من الشمس من الجفاف من الكلور من الملح بتاع البحر هو ده الحل اللي هتحمي بيه شعر بنتك عشان تنزل البحر بامان وشعرها يكون عليه طبقه خارجيه بتحميه من المشاكل الشمس او من اشعه الشمس الضاره او من البحر او من الاملاح اللي موجوده في الـ 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 البول في حمامات السباحه او الموجوده في الشط. طب يا دكتور لو انا بعالج بعاني من تساقط شعري بقى هتطلبوا جرو هير من الفريق الطبي. عرفتوا هتطلبوا ايه؟ هتطلبوا جرو هير المعالج لمشاكل شعرك الحاصل على ترخيص وزاره الصحه الارقام موجوده على الشاشه دلوقتي الفريق الطبي جاهز لاستقبال مكالماتكم لاستقبال استفساراتكم اذا كنتوا عندكم مشاكل تانية جلديه ما تخص الشعر والبشره موجود كل الفريق الطبي كلهم اذان صغيره لحل مشكلتك تقدري تقولي المشكله بطريقه سهله وبسيطه عادي جدا لو عندك اي مشكله في تخص التحاليل لو انت عملتي تحليل عشان تعالجي شعرك فلو عندك نتيجه التحاليل تقدري تبعتيها برضو على الهوت لاين تقدري تبعتيها للتواصل مع الفريق الطبي اللي على الشاشه وطبعا سعر المكالمه العاديه ما تنسوش تطلبوا جرو هير اللاين المعالج للشعر انا كساره المهدي انا بستعمل المنتجات دي آه خلينا نقول بدون اني انا ما بسمعش كلام من حد بيطلع يقول لي ده آه محتوي على كذا وكذا وكذا انت دكتوره نفسك انا قلت لك مواد فعاله تقدري تشوفي اهميتها تقدري تخشي تبحثي عنها تعرفي ان هي فعلا مهمه لتكوين الشعره تقدري تتاكدي ان الشعره بتكون من تو بارتس الموجوده تحت فروه الشعر اللي هي بصيره الشعر او الشعره اللي طلعت بره سطح الجلد امبارح انا كنت سعيده بان في واحده قررت المجموعه للمره الثانيه بقى لها ثلاث شهور بتستعمل المجموعه كلمتني قالت لي حاسه بتحسن رهيب جدا قالت دكتوره انا مبسوطه بالنتيجه المبهره دي وانا عايزه اكمل عشان اوصل لنتيجه انا ما كنتش متخيله ان انا هوصل للنتيجه دي لا ده انا عايزه اكمل يا دكتور على نتيجه اعلى واعلى انا عايزه اعرف شعري هيوصل لغايه فين لو فضلت في اهتم بيه ممكن يبقى ايه ما انا بقى بتحلم انها تكون ريبانزل طبعا بنتك دايما تقول لك يا مامي انا عايزه شعري يكون طويل البنات دلوقتي اللي دلوقتي يعني متجهين للفاشن والموضه الشعر الطويل هو دلوقتي ونصف البنت الشعر الطويل هو جمال البنت تقدري تطولي شعرك توصلي للطول اللي انت عايزاه من خلال البايطين من خلال استمرارك واستخدامك لمجموعه جرو هير الحاصله على ترخيص وزاره الصحه تقدري تكلمي الفريق الطبي وتساليهم منتجات جرو هير متاحه واينما كنتي ايا إن كان انت موجوده فين في الجمهوريه هيتوصلك المنتجات موجود طرق شحن موجود ان انت تقدري تحصلي على المنتجات باسرع وقت من النهارده ما تستنيش ان انت على شعرك اكتر من كده وقفي استخدام المنتجات للاسف مجهوله المصدر اللي جايباها من مناطق مجهوله المصدر المنتجات اللي فيها صوديوم كلورايد قومي كده روحي شوفي الشامبو اللي بتستعمليه موجود فيه صوديوم كلورايد في المواد الفعاله بص كده على المكونات في الماده الفعاله الصوديوم كلورايد اللي هي كلوريد الصوديوم طب في ماده اسمها سلفات الصوديوم وقفيه تماما انت بتحرقي شعرك بايدك بتاذي شعرك بايدك انت اللي بتاذي شعرك بالمادتين الفعالتين دول للاسف تقدري تخش على جوجل وتعملي سرش عن المادتين دول وضررهم على الجلد وبيعملوا ايه المشاكل موده البارابنز انا قلت لكم البارابنز دي بتعمل دي مواد حافظه للاسف مضطرين يحطوها في الشامبوهات ما قلت المصدر عشان تحفظ المواد الفعاله الموجوده بس للاسف بتسبب سرطانات الجلد يعني بدل ما استعمل منتج يهتم بشعري انا بستعمل منتج للاسف ياذي شعري انا باذي نفسي بنفسي يا رب تكون الحلقه النهارده كانت فيها كميه من المعلومات الدسمه آه في عرفتوا ايه هي المالتي فيتامينز اللي تاخدوها عرفتوا ان جرو هير لازم يبقى موجود في التسريحه عندنا لازم ده الهير كير روتين اللي انا ماشيه عليه يا رب النهارده تكوني عرفتي ايه هي المواد الفعاله اللي بتنفع شعرك طب يا دكتوره معلش احنا لسه داخلين في اخر دقيقتين من الحلقه عايزين نعرف ايه هي المواد الفعاله دي معايا الاحماض الامينيه مهمه جدا لتكوين بروتينات الشعر مهمه جدا لكيراتين الشعر زي ماده السيستين اللايسين الميثيونين الارجينين الفيتامينات الفيتامينات المضاده للاكسده زي فيتامين A و وE لازم برضو تكون موجوده في منتجات علاجك لشعرك زي منتجات جروهير. طب يا دكتور بالنسبه للمعادن الزنك والحديد والسيلينيوم مهم جدا ماده البايوتين اللي بتدي كل بنت حلمها في طول الشعر كثافه الشعر الماده دي سحريه هي اللي بتطول شعرك هي اللي بتديكي كثافه لشعرك هي ماده البايوتين طب موجوده يا دكتور في الجرو موجوده في جرو هير المالتي فيتامين الجامز اللي انت لازم تاخدي منه قرص او اتنين في اليوم عشان توصلي للطول والكثافه وعايزه كمان توقفي تساقط الشعر يبقى لازم تستعملي المالتي فيتامين هتمشي على المالتي فيتامين يا دكتور قد ايه من 3 ل 6 شهور عمري ما اقرر اني اوقف منتج قبل 3 شهور لاني دوره حياه الشعرايه والسايكل بتاعت الشعرايه مش اقل من ثلاث شهور عشان تقدر بصيله الشعر تتعالج وتمشي في الدم من العناصر الغذائيه اللي قلنا عليها وتدي بصيله الشعر البيئه المناسبه انها تطلع شعرايه حلوه ثلاث شهور نبات انتوا بتقعدوا تزرعوا في الشجره قد ايه لغايه ما تبتدي تطلع لكم ثمره اشمعنى كل يوم بتهتموا بنفس الشجره وبتدوها نفس الامداد كل يوم نفس الشروط كل يوم وما مستعجلين لانها تطلع الفاكهه بسرعه. تطلع ورقها بسرعه. لكن انتوا بتفضلوا كل يوم تدوها نفس الغذاء نفس الكونديشنز الشمس التربه كل ده عشان تطلع لكم شجره ايه؟ فيها ثمار كتير فيها فاكهه كتير فاكهه هيلث صحيه مش بعد كل اللي انا عملته ده وعملت حاجه غلط في الاخر طلعت فاكهه ما تنفعش انها تتاكل. طلع ورقها ناشف وجاف بيتساقط. هي دي مشكله الشعر. دايما عاملي شعرك على انه ده نبات في بيتك. على ان ده النبات اللي انت زرعها في البلكونه بره وبتهتمي بيها كل يوم شعرك كده ما تنسيش لحظه انك تاخدي المالتي فيتامين بتاعك تمشي بيه في الشنطه ما تنسيش لحظه ان انت تسرحي شعرك بمرطبات زي اللوشن او السيرم عندك مشكله في التساقط ما تستنيش عليها لازم تاخدي المالتي فيتامين ولازم كمان تحطي جرو هير الفايرز ترشيها على فروه شعرك الشامبو بتاعك لازم تستعملي شامبو معالج عنده مواد فعاله معالجه ما يكونش مستحضر تجميلي يكون تجميلي معالج كوزموسيتيكال برودكتس مش كوزماتكس مش مستحضرات تجميليه مستحضرات تجميليه علاجيه بتعالج المشكله اللي موجوده عندي اذا كان عندك مشكله تساقط هتستعملي الشامبو وذكرة اند كافيين لما تكلمي الفريق الطبي تقولي انا عندي مشكله تساقط هيقولوا لك ايه هي البرودكتس او المنتجات اللي هتستعمليها من لاين جرو هير طب انا مش عندي مشكله تساقط انا عندي خشونه عندي هيشان عندي ان شعري واقف عند طول معين وما بيطولش هيقولوا لك برده هتستعملي ايه هتاخدي جرو هير المالتي وهتاخدي الشامبو جرو هير اللي بالكيراتين وهتاخدي اللوشن سعرهم يا دكتور مناسب مناسب لاي حد مناسب لاي بنت لاي ولد لاي شاب لاي ست لاي راجل ان انتوا تقدروا تشتروا منتجات جروهير وطبعا دي حاجات مهمه جدا تكون موجوده زي الزيت والسكر لازم الشامبو اللي موجود عندي يكون علاجي لازم يكون اللوشن انا بستعمله على شعري يكون علاجي لازم فيتامينز اللي انا باخدها لازم كل يوم عشان ابني جسم كويس عشان ازود مناعتي كمان عشان اقدر تكون بشرتي وشعري يكونوا هيلسي ما يكونوش فيهم اي مشاكل انا بحافظ على شعري وبشرتي من ظهور اي مشكله أنا بديفند. ب... ب يعني إيه بديفند يعني بدافع بدافع عن, زو... عن عن شعري وبشرتي، مش عايزة تطلع أي مشكلة، مش عايزة عندي أي مشكلة تظهر لي، مش عايزة آجي في وقت ندم ما ينفعش فيه ندم، لأ أنا عايزة أنقص أي مشكلة تقابل شعري، أنا عايزة كمان أحمي شعري من ظهور أي مشكلة، يعني لو أنتِ ما عندكيش مشاكل أنتِ لازم تمشي على منتجات شعر لأن ده هير كير ستايلينج. ده اللايف ستايل بتاعك، يبقى لازم تمشي على منتجات جرو هير. لازم تجيبي الشامبو برو هير اللوشن الجامز اللي هي المالتي فيتامين النهارده في اي حد يكلمنا النهارده على الهوت لاين اللي موجود في الشاشه تقدروا تسالوا الفريق الطبي على وفرات النهارده النهارده في عروض شركه رويال فارما انترناشونال بتقدمها المنتجات جرو هير عروض هايلة جدا أنا كزارة قلت لهم العروض دي حلوة جدا 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 دي بتشجع العميل أو بتشجع البنت أو الولد إنه ياخد اللاين كامل ده غير إن هي أسعارها أفرد أي حد يقدر يشتريها منتجات حصل على ترخيص وزارة الصحة فيها كل الفيتامينز دي فيها كل المواد الفعالة والعناصر الغذائية دي هستنى ليه على شعري أكتر من كده ما تتردديش كلمي الناس دلوقتي كلمي الفريق الطبي دلوقتي كلمي الدكاتره قولي ايه مشكله شعرك وايه هو المنتجات اللي تستعمليها من جرو هير هتوصلك النهارده وتابعوني على برنامج جمالك مع ساره المهدي وكلموني قولوا لي يا دكتور احنا وصلنا ل بصراحه لنتائج حلوه جدا طب لا عندنا مشاكل ثانيه ظهرت لا عندنا مشكله لسه ما اتحلتش طب نزود ايه ونشيل ايه طب نحط ايه تقدروا تتابعوني كمان على صفحتي على الفيسبوك دكتوره ساره المهدي تقدروا تتابعوني على الانستجرام البنات اللي عندها انستجرام على انستجرام دكتوره ساره المهدي ابعتوا لي انا برد بنفسي على اي مشكله بنت لو عامله تحاليل سي بي سي اللي صوره دم كامله وعامله سيروم فارتين اللي هو نسبه الحديد في الدم وعامله كمان تحليل الغده ما تتردديش ان انت تبعتي لي التحاليل ديت عشان نعرف المشكله فين ونعالجها مع بعض ابتداء من النهارده هتمشي مده 3 او 6 شهور على جرو وهتحسي بفرق من اول اسبوع لاستعمالك للمنتجات هتحسي ان انتي ما صرفتيش جنيه في المكان الغلط انت استثمرتي فلوسك في علاج مشاكل شعرك أنتي استثمرتي فلوس بنتك لبنتك ان هي تعالج مشاكل شعرها تكملي لها برواز جمالها بشعرها بالهير كير والهير ستايلينج بتاعها مش هتلجئي لصبغه عشان تعالجي شعرك مش هتلجئي مش هتلجئي لحنه الفرد مش هتلجئي لاي ناس ما المصدر يقول لك انا عندي الخلطه الفلانيه اللي هتعمل لك شعرك زي كيم كارديشن وهتعمل لك شعرك مش عارفه زي ريفانزل وهتعمل تسوي وانتي بتجربي وخلاص انت بتجربي عشان من أجل التجربة، من أجل الفلوس اللي اتدفعت، لا انت النهاردة مش هتجربي، النهاردة هتعالجي وتحلي وهتحسي بالفرق، من أول أسبوع من أول يوم مع جرو هير المعالج الحاصل على ترخيص وزارة الصحة، جرو هير المكون من المواد الغذائية الهامة للشعر بالفيتامينات والكيراتين والبروتين جرو هير بجد مفيش أي حد استعمله 100% كل الردود فعل العملاء 100% إيجابية مفيش رد فعل سلبي واحد ويقدر ياكد الكلام ده هو الفريق الطبي الخاص بشركه رويال فارما انترناشونال انا مبسوطه ان انا بقدم السحر الامثل لعلاج مشاكل الشعر اذا كنت بتعاني من ياشان مشاكل شعر الجفاف او تساقط شعر او فراغات او صلع وراثي الحل الامثل ليكي هو جرو هير لو كنت ولد وبتعاني من ظهور صلع وراثي او فراغات الشعر او استخدامك لمنتجات غلط وعايز تستعمل منتجات صحيه علاجيه حصل على ترخيص وزاره الصحه انا بقول لك النهارده جرو هير هو الحل الامثل كلموا فريق الطبي مستني مكالماتكم عشان تاخدوا الأفراد وما تنسوش تسالوهم على أفراد جروهير النهارده اللي خاصه بحلقه برنامج جمالك مع ساره المهدي اشوفكم في حلقات كتيره جدا في برنامج جمالك مع ساره المهدي ومشاكل تخص البنات والولاد وتخص البيت والاسره للشعر والبشره او اي مشاكل جلديه كنت مبسوطه النهارده معاكم وساره المهدي استنوني في حلقات كتيره شكرا لقناه الصحه والجمال ومتابعين الصحه والجمال يا رب المزيد من النجاح والتفوق اشوفكم على خير باي باي